هل تعلم أنه يمكنك القيام بذلك؟ يعطوك هي من خلال ملاحظة داخل اللعبة تفيد بأن فرصتك في الهجوم الغاطس أو بلاكينج اتاك ستكون نادرة بالفعل، وهذا صحيح وبرضو غريب. يمكنك القيام ببعض القتلات الرائعة. كمان أنا أتساءل هل هناك أي أعداء آخرين تقدر تسوي عليهم الهجمات الغاطسة أو البلاكينج اتاكس؟ وكمان ما هي الأسرار الأخرى التي لم نعثر عليها بعد؟ هذه اللعبة مليئة تماما بالمحتوى المخفي، وأشعر أن في هذا الفيديو سنتحدث عن كل الأسرار الجديرة بالملاحظة التي كتبتها اللعبة نفسها لنا. معظم هذه الأسرار التي يمكنك شراؤها من التجار الموجودين طوال اللعبة، كيف أن أكثر هذه الملاحظات المخفية توديك للأسرار المظلمة وكمان التجار المخفيين. الآن بالنسبة لهذا السر الثاني، أشتي أساعدك على هزيمة عدو أعرف أن الكثير منكم يواجه مشكلة معه اللي هو قاعدة في الغاز، لكن بصراحة في طريقة تقدر تهزمه بالسم بسهولة. السموم تثقلها ولا يمكنها طردها بالسرعة الكافية، لذلك تتفجر بشكل مأساوي في سحابة السم الخاصة بها، وهذا بدوره يسمم اللي حواليه ويتفجروا كلهم. من المحزن أن نراقبهم يسقطون ضحية لسمهم بهذه الطريقة، ولكن أيضا يمكن استخدامها نفس الاستراتيجية ضد القاذفات الكبيرة. يمكنك استخدام هذه الاستراتيجية ضد الرويال ريفننس، هم شوية صعبين وكثير من الناس يواجهون مشكلة معهم، وكمان لا يمنحوك أبدا فرصة للشفاء وهو الجزء الأصعب. بيكون عندك فرصة للشفاء الضرر وكمان تلحق الضرر إذا استخدمت أي علاج شفاء بتدمرها بهذه الطريقة، وإذا كنت تستخدم علاقة أقوى فهذا أفضل. ينطبق هذا المنطق نفسه على أتباعهم، وبالتالي فإن هيلك يدمجهم بدل ما يعرضك للخطر. الغريب إنه يمكنك حتى تسميمهم بالشفاء مع مرور الوقت، وهي كمان إضافة أو لمسة رائعة. العدو الأكثر كرهًا وورهاكس النسور، خاصة تلك التي ترمي براميل النار عليك. باستخدام سحر الجاذبية يمكنك تدميرها تمامًا، كما هو الحال مع أي عدو طائر سيتم إحباطهم جميعًا من خلال تعاويد مثل الجاذبية أو أشوار اللي اسمها جرافيتاز. عدو آخر يمكنك إحضاره إلى الأسفل اللي هو السترونج ديجرز التي تحمل رؤوسهم جروحا قديمة. بهجوم واحد بعيد المدى بسهم بترنحون اللي بيعطيك وقت للهجوم عليهم إحضارهم على ركبهم. الشيء اللي بتكلم عليه فائدته قليلة ولكن مثير للإهتمام. يذبح زعيم الديمي هيومن موبس أولا، والباقيين الصغار بيستسلموا أو نقدر تقول أو تقدر يعني عادي تقتل الصغار أولاً، لكن مش عارف إيش فائدة هذا الشخص، لكن من الرائع أن ترى اعتمادهم على الزعيم من وجهة نظر اللعب. في أشياء لا يمكنك رؤيتها على الرغم من إنه يمكن أنت قاتلت البلاك نايف من قبل الغير مرئي، ومع ذلك هم صعبين. تقدر تهزمهم من خلال الاعتماد على استدعاءات الروح للإشارة إلى مكانهم. لحسن الحظ في طريقة أفضل لهزمهم، فالتاجر اللي موجود في هيرميت يبيع شعلة مع تعويذة خاصة تسمح لحاملها أن يرى الزعماء الغير مرئيين يرتدون حجاباً. البلاك نايف الغير مرئيين هم اللي سرقوا رون المود او رون اوف ديث وقتلوا الجولدن ذا جولدن في العصور الذهبية. ونوع اخر من الضوء الكاشف في الهيرو جرافيورز، هذا الضوء ينبع من عصا روزوس، ويمكن استخدامه لجعل اعداء الظل عرضة للخطر اثناء مرورك بهذا الدنجنز. تذكر جيدا في بعض الأحيان لازم تهزم الأعداء من أجل أن تتقدم في القصة. عن روزوس، هذه شخصية تحصلها في أماكن عشوائية، لما تفعل التمثال يخرج ضوء يوريك وين الدنجنز. أحيانا الضوء بيوريك الدنجنز المخفيين تحت الأرض. هناك كهف مخفي في بلدة سيليا، انظر إلى ما وراء المقبرة عند الهاوية. لازم تروح إلى أقصى الشمال للعثور على الجدار الوهمي خلف المقبرة، هذا هو مخبأ سيليا. ستحتاج للعثور عليه في وقت ما إذا كنت تسوي مهام الساحرة سيلين، وبيقودك خط مهامها عبر باب مغلق يمكنك العثور عليه أيضا. إذا ما كنت تسوي المهمة عادي، تقدر تأخذ سحر الكريستال تورين اللي قووها آخر مرة، برضو رمح الكريستال والكريستال آش الذي يعد استدعاء ممتازا لأي شيء لا يستخدم ضررا حادا. نتكلم عن التجار في هذه اللعبة، وهناك الكثير بالنسبة لهم أكثر مما نتوقع. تتعرف عليهم أولا في بداية اللعبة، كالي هذا بيساعدك في مهمة بليد. لما تروح الغابة بتسمع عواء في الغابة، بترجع تتكلم مع كالي وبيقول لك هذا عواء الذئب في غابة الضباب،
واعتقد انه لا يزال يتخبط لماذا لا تقابله بنفسك. تروح المكان وتستخدم الرقصة وبعد ما تستعملها بيوريك كيف تسوي المهمة. كالي كمان يبيع ملاحظة التي بتوريك موقع الساحرة سيلين، تقدر تتكلم معه وتبدأ مهمتها التي ذكرناها قبل شوي عن الكهف المخفي في سيليا. جميع هذه الملاحظات مكتوبة من قبل التجار يبيعونها للمغامرين إلى إحنا، ولكن إحدى هذه الملاحظات تخبرك بعدم الذهاب إلى مكان ما، وهي ملاحظة حول قرية فرينزد فليم التي يسكنها المرضى وتقع جنوب المصعد الكبير لديكتوس. الكثير من الناس فاتهم الموقع هذا لأنه يتطلب منك العودة مرة أخرى إلى المصعد الكبير وتجاوز البرج الذي يصلك بالجنون. هذا هو تعويدة شابوري، وعلى حافة قرب خلفه توجد قرية الفرينزي فليم. هناك يمكن الحصول على واو شابوري وكتاب فرينزي. يمكنك أيضا لقاء فايك الذي بيعطيك رمح فرينزي، كمان بيعطيك عنب لازم تعطيه ولواحد من الان بي سيز الموجود شوية تحت بتكلم عليه بعد شوي. الأشياء الأكثر فضولا في اللعبة هي جثة شخص ميت في الزاوية مخبأ، وهناك ملاحظة على جسده تخفي دليلا سيقودك إلى طريق في فرينزي. The Lord of Frenzied Flame، مثل الملاحظات اللي شفناها هذه كتبت من قبل تاجر، وهذه الملاحظة تخبرنا من هو سيدهم أسفل ليندل. في الأسفل يكمن سيدنا الأصابع الثلاثة التي تمسك بنا في العبودية. تمام، لاحظوا أنه عندما تقتل تاجر الكثير منهم يقاتلون بجنون. الملاحظة بتخليك تستكشف أماكن أبعد من المجاري، بتقاتل رئيس جديد وبتشوف نفسك أنك وصلت لنهاية المسار، بتحصل جدار يتحرك وراه ممر خلفي، وبتحصل آلاف الجثث الفردية من الناس المسعورين الذين لا يزالون هنا وكمان يشبهوا التجار وربما يكونوا تجارا. كمان حاول تستكشف المكان بنفسك، يعني ما راح أحرق عليكم. في الأسفل ستجد بابا لا يتمكن معظم الشخصيات من فتحه على الفور، فهذا هو السر الرابع عشر، لن يتمكن سوى البائسين أو الريتش من تجاوز هذا الباب. وإذا تجاوزت هذا الباب ستفتح نهاية جديدة، لكن أحذر أن تتحدث إلى ميلانا عند غريز أو النقطة الصفراء لمعرفة ما إذا كانت هذه النهاية التي تريدها حقا. وأثناء وجودك هناك أيضا أتجه لليمين بعد أن تنزل للأسفل، تذهب عبر الجدار الوهمي للحصول على روناك، والمدخل هذا يوديك إلى تحت مرة، منطقة عميقة والمنطقة فيها مداخل مخفية، ولكن في الواقع هي منطقة مريحة جدا. هنا حصلنا ملاحظة أخرى ولديها الدليل الأخير على كل هذا. للحصول على هذه الملاحظة عليك أن تخضع العدو لتدمير أحد هذه الأكواخ المؤقتة والملاحظة الموجودة بداخلها. أول ما تكسرها تأخذ الملاحظة، والملاحظة تقول إمبريون ميكيلا صنع إبرة لمقاومة تأثير الآلهة الخارجية، أولئك الذين لديهم شعلة الهيجان الفرينزي، ولكن إذا تمنيت ألا تصبح سيدها فمن الأفضل أن تبحث عن إبرة ماكيلا. تمام، من أجل الحصول على إبرة ماكيلا ستحتاج أنك تسوي مهمة ميليسنت على طول الطريق حتى النهاية. تبدأ من جاري هنا في كارد وينتهي على طول الطريق عند شجرة الهالج مع ميلانا. بمجرد حصولك على هذه الإبرة تحطها في جسمك، ولكن تقدر تسوي هذا في المكان هذا فقط، وما راح تتأثر بالهيجان أو الجنون من الشعلة، وهناك لن يكون للشعلة الهيجان أي أثر عليك في اللعبة. الفيديو يحتاج له شرح أطول من كذا، وإذا في تقلقة راح أسويها كمان وتشوفوها في الأيام الجاية. سلام.